خلينا أيضا نذهب الآن إلى زوايا المراسلين وإلى العراق مع الزميلة زينب المشاط. يسعد صباحك زينب، وهناك تماثيل مهملة ومشوهة، ما هي التفاصيل؟ صباح الخير ريم. نعم، أمانة بغداد أجرت حملة مؤخرا وهي الوعي ذوق. هذه الحملة يعني أطلقت أو خطط لها في نهاية عام 2023، وأطلقت في الوقت الحالي وهي لإزالة التشوهات عن النصب والتماثيل المتواجدة في العاصمة بغداد وعن الأبنية العامة والشوارع كذلك والأرصفة. وإذ يعاقب كل شخص يعني خالف هذه يعني قوانين هذه الحملة بغرامة تصل إلى 250 ألف دينار عراقي أو إلى السجن أحيانا لمدة 5 سنوات في حال خالفوا يعني قوانين هذه الحملة. طبعا الحملة يعني بدأت بالتطبيق في الوقت الحالي وشملت 4 مناطق من العاصمة بغداد، منها الزعفرانية والمنصور وبغداد الجديدة، والمنطقة التي أتواجد بها الآن وهي منطقة الكرادة تحديدا شارع أبي نواس، حيث تم كما تشاهدون إزالة تمثال أبي نواس من هذا الشارع يعني إعادة ترميمه وتأهيله وإعادته إلى مكانه من جديد، وذلك لأنه تعرض على مدى 20 عام ماضية إلى يعني التخريب سواء كان بقصد أو غير قصد، وكذلك تعرض إلى تشوه البصري. نعم يا ريم. نعم، يعني صراحة بالفعل هذه حملة مهمة جدا، وهذا المفروض يكون نابع كمان من الناس يعني الحفاظ على الأشياء الجمالية اللي في البلد وكذا. طيب أيضا هناك موضوع آخر، موجات الحر وعلاقتها ببلوغ الأطفال المبكر، ماذا يحدث؟ نعم، هنالك اتفاق يعني من قبل مختصي البيئة والصحة والفسلجة أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على سن بلوغ الأفراد، وأن كلما يعني ارتفعت درجات الحرارة كلما تقدم سن البلوغ لدى الفرد. هذا الاتفاق يعني أيضا يؤكده يعني خبير بيئي عراقي، إذ قال في لقاء متلفز أن سن البلوغ وهذاك يعني قال في لقاء متلفز أن هناك تغيرات اقتصادية واجتماعية كثيرة ستتغير في العراق بسبب التغيرات المناخية، وأن السنوات القليلة القادمة ستشهد يعني وصول درجات الحرارة إلى أكثر من 60 درجة مئوية بسبب تغيرات مناخية كبيرة يتعرض لها العراق، وأن هنالك يعني تقدم في سن النضوج لدى الأفراد فسلجيا، سيكون سن النضوج 12 بدلا من 15 لدى الفرد العراقي بسبب هذه التغيرات وارتفاع درجات الحرارة الكبيرة التي يعني الذي تشهده المنطقة، وليس فقط في العراق على فكرة يعني، ولكن في منطقتنا بشكل عام للأسف. وهناك أسباب أخرى أيضا مو بس الحر يعني كمان اللايف ستايل الغير الأكل والهواء التلوث والأجهزة التابلت وغيره. شكرا لك من العراق زميلتنا زينب المشاط، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.